حنا المغاربه فينا واحد الطبع خصنا نبدلوه، ما كنغيروش المنكر. حنا ديما كنبكيو مور الميت، وحنا النيت براسنا كنقولوا البكاء مور الميت خساره. الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد اشرف المخلوقين والمخلوقات، قال: ويل لمن اشارت اليه الاصابع ولو بالخير. صعب حاجه في الحياه وهو انك تكون ولد الناس ومربي ومخلق وكتصلي وما فيك حتى شي بلية. هاد الشيء هذا غادي يزعج العديد ديال الناس اللي غيديروا لك عراقيل في الحياه ديالك، غيزعج المجرمون المحسده والمغيره، وغادي يحاولوا ما امكن يديروا كاع داكشي اللي في الاستطاعه ديالهم باش انهم يجروك للمستنقع الوسخ ديالهم. هادشي غيشكل لك مشكل في الحياه ديالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كي دايرين اخوتي؟ بخير، كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى ما يرام. قبل ما ندخل في الموضوع اللي جيت نخوض فيه هذا النهار ان شاء الله الرحمن الرحيم اخوتي المغاربه، بغيت نشير لواحد ملاحظه بسيطه. الناس اللي كيفهموا المغزى والمعنى والمضمون ديال الكلام ديالي، واللي كيفهموا الابعاد الكلام ديالي، هما اللي كيقتسموا الحلقات اللي كنقدم لهم ما بين الناس باش تعمل فائده للجميع. باش ما نطولش عليكم اخوتي المغاربه، جيت ننوركم بخصوص الجريمه البشعه اللي وقعت في البرنوسي، واللي راح ضحيتها واحد الدري، واحد الشاب. واحد الدري هز الموس بدا كيخرق فيهم، قتل واحد الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النار يا رب العالمين، واصاب خمس اشخاص. هذا الشيء اللي قالوا الشهود. جيت انا هنا من بعد البحث المتعمق ديالي بحال العاده اللي كندير، بحال ديتكتيف بريفي كندير محقق خاص انايا، واخا ما عنديش الدوسي ديال هذا السيد هذا، ولكن كنسمع الشهود شنو كيقولوا، كنبحث في القضيه وكنشد البنادم انا من اللسان ديالو منين كيهضر، كنشدو من اللسان ديالو. وفي نفس الوقت شديت بعض التناقضات على واحد السيد، واحد الشاد. هذا الدري هذا كان كيبيع الحوت كونجلي في واحد المحل، وكان ايوب حداه حتى هو داير بيعه وشريه، وصاحبه قال هنا هضره وقال هنا هضره اخرى. داكشي باش كنقول لكم حنا المغاربه ما كنغيروش المنكر، وديما كنبكيو من مر الميت. هذا الدري هذا اللي غنوريكم دابا ونسمعكم شنو قال هنا وشنو قال هنا، كان عليه الجم صاحبه ايوب، وكان كاع ما وصلنا لهذه الجريمه هذه البشعه، وكان كان فيه الخير يدير الخير غير في صاحبه. سي ايوب مالك؟ ايوب بدا كيبكي كيقول لي موكلين صحاب ايوب ديري لي شي حاجه. صافي انا شفت بحال هكاك جيت انا ريح. واخا فاش قلتي ليه مالك مع صاحبك شنو عاود ليك؟ قال لي موكلني دير لي شي حاجه. علاش بدا كيحس براسو بشي حاجه؟ ماشي هو هذاك ايوب، كتشوف دري كان به خير يدوز سلام حتى ولا كيدوها لراسو، بعد ما تشوفيه مريح يدوها لراسو ودري به خير، بالليل والنهار تقلب ولا كيبان لك دري بشكل سبورتيف ما توقعش منه هذا الشيء، ولكن راه شي لعيبه الدري، شي لعيبه داروا لي شي حاجه. واخ كان خدام ايوب وخرج ودار طابله ديالو الراس، دار طابله ديالو الراس وساكنه في الدرب درويشه ساكنه حدانا. ما سمعتم وكما شاهدتم اخوتي المغاربه، انا كنشد بنادم من اللسان ديالو. انت صاحبك ايوب جا عندك وشتيه في حاله حرجه انورمال، وقال لك بانه وكلوني وداروا لي، وانت عارف الحقيقه وعارف شكون وكلو وعارف كل شيء، وتسترتي على القضيه ومشيتي بحالتك حتى وليتي رجعتي، وبان لك ايوب كيجري كيلحمق كيضرب عباد الله. كان عليك ديك الساعه تمشي للبوليس. الغلط الكبير اللي ارتكب هذا السيد هذا صاحب ايوب انه ما رونداش للبوليس، ما بلغش الشرطه وما بلغش الوالدين ديال ايوب، بقى ساكت. شاف ايوب في حاله حرجه ولكن مشى بحالاته، ما غيرش المنكر. حتى التالي عاد خرج كيبكي كيبكي كيقول لك هو ظريف بخير، ظريف صاحبي. منين هو ظريف وصاحبك؟ هذا هو الديفو ديالنا حنا المغاربه. واحد ظريف وصاحبي وبخير، وكنخليه انا يعني غادي للحفره وكنتفرج فيه تيطيح في الحفره، عاد كنخرج كنبكي كنقول له ودي راه صاحبي راه بخير. وكان كان صاحبك فري كان عليك تنقدو وما يوصلش لديك الحاله اللي وصل لها دابا مسكين، وغيحكموا عليه ب 20 ولا 30 سنه لانه كان تحت مخدر هو انورمال. والناس كلهم شهدوا قالوا هذا الدري هذا ايوب الله يعمرها دار، راه شحال ديال الدراري في المغرب الله يعمرها دار، وهذا الله يعمرها دار، وانهم كيترينيو بخير من بليش هي اللي كتجبد لهم مشكل مع دوك المحسده والمغيره ولاد الحرام المجرمون اللي يعني غرقوا راسهم بالمخدرات هما فات الفوت، ولكن بغاو حتى الاخرين يجبدوهم معاهم دوك الدراري اللي مزيانين وكيمشيو لاصال وكذا. راه كاينين الناس كيسيبليو هاد الدراري هادو باش يجبدوهم عندهم باش يغرقوهم، باش كلشي يغرق، كلشي ما يغرق في الغيس. كتجبد رجل كتبقى لك رجل في الغيس، كلشي يغرق. كنهضروا في شي مشكل خصنا نهضروا في لاباز ديال المشكل، في الاساس ديال المشكل، كيفاش حتى وصلنا لهاد الحاله هادي باش نلقاو الحل. حيت حنا المغاربه ديما كنخرجوا كنهضروا غير في الطرهات في التفاهات، كيخرجوا الناس كيهضروا راه ظريف راه بخير، كان ظريف كان مزيان كيصلي الفجر. الهضره هذه ما غتفيدنا بوالو، خصنا الحل لاباز المشكل. منين جا المشكل؟
الاحياء الشعبيه كيعانيوا من مشاكل عديده اللي كتؤدي بالانسان لهذه المشاكل ديال جرائم القتل. شنو هما المشاكل وشكون اللي خص يتغلب عليهم؟ الشرطه، المخزن، بالمعاونه ديال المواطنين باش نقضيو على هذه المشاكل. كيعانيوا من البطاله الاحياء الشعبيه، البطاله ملي كيكون الانسان عاطل كيكون طالع له الدم. دونك شنو كيدير؟ كيفكر في شي حاجه باش ينسي المشاكل والهموم ديال الموبال اللي كيقيلوا النهار كله كيأم يرضيوه في الدار. خرج تخدم هو كيقول له ما كايناش الخدمه، مشاكل كيوقعوا له. شنو كيدير؟ كيجلس حدا شي صاحبه هو مبلي كيقول له خذ لك جوان وتهنى كاع من المشاكل، ولكن ما عندوش الفلوس باش يشري هو الحشيش. كيعطيه كيدوقه هو باش يجرو، من بعد كيبدا يبيع الكوكوت ديال مو في الدار وكذا باش يشري الجوانات باش يكمي جوان ويريح وينسى المشاكل. استراليا كتجي حتى عنده القهوه كيتكيف الجوان، الاعصاب ديالو كيهدؤوا وكيكون بخير وكيبدا يفكر مزيان، كيفكر في اي حاجه الا الخدمه. ما يمشيش يخدم الجوان منين كتكمي كتفكر في اي حاجه الا الخدمه، ما تمشيش تخدم. صاحبو كيقول له ها سويسرا جات عندك حتى القهوه بلا ما تحرقو تمشي لسويسرا، هيا سويسرا جات عندك. ملي كتدخل ولدي للقوقعه ديال الحشيش بالنسبه ليا انا كنقول لك الله يرحمك صافي راه متي، بحال الا خرجتي من الدنيا، من هاد الدنيا اللي كنعيشو فيها حنا ودخلتي بدنيا اخرى. حيت فاش كتكمي الجوان ما كتبقاش انسان طبيعي بحال الناس العاديين، كتبان لك الخدمه غدير هادي غدير هادي، كيبانوا لك مشاريع، كيبانوا لك لي زوبجيكتيف اهداف، ما كيبان لك والو. هادو هما المشاكل الحقيقيين المغاربه الا بغيتو نتغلبوا عليهم، ولا بغيتو نبقاو مقابلين الشيخات ومقابلين الستاتي والجرا ومقابلين الكلام الخاوي والطرات والتخربيق، راه غتبقاو ديما تخرجوا تبكيو وتشكيو. الحال ديالكم عمر ما يتبدل، لان لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. خصكم تكاتفوا بعضياتكم في الاحياء الشعبيه وتحديو ولاد الاخرين، الاخرين يحديو ولاد الاخرين، شي يحدي ولاد شي، وتعاونوا بعضياتكم. ماشي تقول ماشي ولدي يدبر راسه، الاخر كيقول ماشي ولدي. هادشي ما كانش بكري في الثمانينات والسبعينات، كان التكافل الاجتماعي داكشي باش ما كانوش جرائم القتل بزاف في السبعينات والثمانينات. كانوا الدراري الشباب اللي يجون بخير كيديروا السبور كيقراو مزيان كانت الامور بخير. علاش؟ لان ما كانوش البزنازه بزاف في السبعينات والثمانينات. دابا كثروا البزنازه بزاف، والبزنازه فين كيكونوا؟ ما كيكونوش هما في حي الرياض ولا كيكونوا في هيلتون في الاحياء الراقيه، لان الا مشى لتما غيخليو ضربوه البوليس. ما يمكنش يمشي تما هو يبيع الحشيش مثلا لواحد الدري باه لاباس عليه ولا وزير. يجي الاحياء الشعبيه حيت عارف المشاكل اللي كاين في الاحياء الشعبيه. الانسان كيضطر يشري الجوانات لانه محتاج باش ينسي الهموم ديالو. ما اللي لاباس عليه كيضرب الكوكايين هو، ما كيبيعش الفوتو ديال الدار ديالهم. با كل شهر كيفيرسي له 2000 يورو كيشري الكوكايين وكيمشي لميريكان، كيمشي لاسترالي كيقرا تما، عنده الفلوس باش يشري الكوكايين. الفقير كيشري الزطله الحشيش وكيخرج على راسو كيخرب راسو يخرب العائله ديالو. داكشي باش كنقول لكم توقدوا مزيان، راكم ناعسين. راه عييت ما نخطب في هذا المنبر هذا المتواضع، ولكن لا حياه لمن تنادي. وحتى الفيديوهات ديالي كيبلوكيوهم. علاش؟ حيت ما كيبغوش الانسان اللي كيوقد عباد الله واللي كينور المجتمع. خير الكلام ما قل ودل، اظن انني قلت ما فيه الكفايه. الله يهدي ما خلق الله يهدي الجميع. كنتمنى ليله سعيده للجميع. الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.